جائزة القناة السعودية الرياضية لهذه الأمسية نبدأها بالألعاب المختلفة. جائزة أفضل لاعب لكرة اليد، ويحصل الفائز على مبلغ 30,000 ريال بالإضافة إلى الكرة الذهبية. مهدي آل سالم من نادي النور يحصل على جائزة أفضل لاعب لكرة اليد هذا الموسم، ويحصل على مبلغ 30,000 ريال بالإضافة إلى الكرة الذهبية، ويتسلم الجائزة من يد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الثقافة والإعلام. جائزة أفضل لاعب لكرة الطائرة، ويحصل أيضا على مبلغ 30,000 ريال بالإضافة إلى الكرة الذهبية. أحمد البخيت من نادي الهلال يحصل على أفضل لاعب لكرة الطائرة هذا الموسم، ويحصل على مبلغ 30,000 ريال بالإضافة إلى الكرة الذهبية. جائزة أفضل لاعب لكرة السلة هذا الموسم، ويحصل على مبلغ 30,000 ريال بالإضافة إلى الكرة الذهبية. جابر الكعبي من نادي الاتحاد يحصل على أفضل لاعب لكرة السلة هذا الموسم، ويحصل على مبلغ 30,000 ريال بالإضافة إلى الكرة الذهبية. تسلم الجائزة من الأستاذ سعود العبد العزيز وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشؤون الأندية.
جائزة أفضل لاعب لكرة الماء، ويحصل الفائز على مبلغ 30,000 ريال بالإضافة إلى الكرة الذهبية. ياسر بكر برناوي من نادي القادسية يحصل على أفضل لاعب لكرة الماء هذا الموسم، ويحصل على مبلغ 30,000 ريال بالإضافة إلى الكرة الذهبية.